العالمين محمد هو أحمد هو طه هو ياسين صلوا عليه وسلموا أجمعين. فهو الذي نعاه مولاه وقال له إنك ميت وإنهم ميتون، وهو الذي قال له ربه في القرآن وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. أيها الشهداء، في ليلة الاثنين ولد الحبيب المصطفى سيد الثقلين، وفي ليلة الاثنين نلتقي لتكريم أم كريمة ممن قال عنهم نبينا الكريم الجنة تحت أقدام الأمهات. وما حياتها نعم الزوج الودود الولود لزوجها الكريم الحاج انور نجيب شعير، مشاركين مجلها الكريم الاستاذ محمد انور شعير، ومشاركين الحاج مجدي بكري شعير واسرة المرحوم الحاج صلاح بكري شعير. في ليلة قرآنية نسعد فيها باستضافة عالم الإذاعة المصرية كروان الفجر والجمعة بالإذاعة وقمر شاشات التلفاز المصري والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، ومعنا الليلة أيضا فضيلة القارئ العلم الشيخ أشرف الصباغ، وفضيلة القارئ المتقن الشيخ عبد الرحمن شنقير. يسعد جمعنا هذا أن وسطنا نائبنا الكريم السيد النائب الدكتور ياسر الهضيبي. أيها الإخوة الكرام، هيا بنا لنحقق قول نبينا إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا وما طلاؤها يا رسول الله؟ قال ذكر الله وتلاوة القرآن. قارئنا علم الإذاعة المصرية كروان الفجر والجمعة بالإذاعة المصرية قمر شاشات التلفاز المصري والعربي نبت بيت القراء الأجلاء العلماء أعلام الإذاعة المصرية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل وكفى بالله عليما. يا فإذ أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله
يا ليتني قلت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما قدم عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب لولا أخبرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل
قل متاع الدنيا قليل قل متاع قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة
كل متاع الدنيا قليل كل متاع والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقولوا
سبتي فمد الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا I
حسنة فمن الله
والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. وكفى يكون له
ومن يشفع شفاعة سيئة يقول له كفل منها. وكان الله على كل حسيبا. الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من صدق الله العظيم. اللهم ارزقنا إليك الطاعة ولحبيبك المصطفى طاعة وللقرآن طاعة، وارزقنا في دنيانا زهدا وخلاعة، وارزقنا الرضا بما قسمت من الزاد والشهوات وخير البضاعة، ولا تجعل لخيرة أعمالنا هباء ولا ضياع، واجعلنا من الناجين من عذابك يوم الساعة، وارزقنا من الحبيب المصطفى خير الشفاعة، وادخلنا الجنة بصحبته جماعة، انك يا ربنا على كل شيء قدير. هكذا ايها الاخوة الاجلاء، استمعنا الى ما تيسر من تنزيل السماء ومعجزة نبينا سيد الانبياء، وما تيسر من ايات سورة النساء، تلا علينا علم الإذاعة المصرية ومن النجباء، أتقن الوقف والابتداء وجميل المخارج والإجاء، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، كروان الجمعة والفجر بالإذاعة المصرية، وقمر شاشات التلفاز المصري والعربي،
شاكرين إلى فضيلتي وإلى حضراتكم جميعا باسم أسرة راحلتنا الكريمة حرم الوالد الحاج أنور نجيب شعير، فباسمه وباسم نجله الكريم أستاذ محمد أنور شعير وباسم شقيق الراحلة الكريمة حاج مجدي بكري شعير وباسم أسرة المرحوم الحاج صلاح بكري شعير أشكر لكل من شرفنا بالعزاء، كما أشكر أيضا لنائبنا الكريم الأستاذ الدكتور ياسر اليضيري، كما أشكر أيضا للهندسة الإذاعية والكهربائية حاج محمد زيدان، وإلى مقدم الضيافة الفندقية كابتن عطية الدولي بأبو حماد شرقية، ومصورنا وهمدة مصور الحفلات ناصر صلاح وصلاح ناصر. أشكر أيضا لمن وجه إلينا الدعوة لنكون هنا الأخ الكريم الحاج حمادة الشيمي. أيها الأخوة الكرام،